تشبع في ناس من ناس. أنا بحترمك كتير، أنت مثل أمي بالضبط وبتستحقي مني الحب، لهيك ما رح اتردد منوب باللي رح اقوله. القرار اللي اخذتيه بخصوص مستقبل شارلين كتير مهم، لانه هذا القرار الصح مدام سانجانا، وتاكدي انه هذا الشيء انا وياكي بدنا اياه، لانه بيهمني مستقبلها وبتهمني سعادتها. رح تكون بنتك طعم مشان اتعادل انا ورجل الاعمال التافه ريشاب لوترا. يلا تفضلي، خدي موبايلك، الكل عم يستنى كلامك هلا، مو هيك شارلين؟ تعالي معنا، لازم الكل يحس بتعبك انت وعم تقنعي شارلين تتزوج ريشاب. ماشي، يلا قومي، يلا ما بدنا نضيع وقت، يلا بسرعة. انا قررت هن رح يتزوجوا خلال 15 يوم واكثر، وممنوع حدا يعارض هالقرار. كرام، انت شو عم تعمل؟ ما في فايدة من كل هالتعصيب. لكن شو بدي ساوي؟ كل شيء كان ماشي حسب الخطة ومثل ما بدنا نحنا. لولا هالقصة اللي صارت كانت انفضحت شارلين وخلصت المشكلة، بس هي عرفت كيف توقع علي شاب الفخ تبعها وربحت بالأخير. بعرف انه شارلين نفذت خطتها وربحت، بس انت بتعرف انه ريشاب مستحيل. وينه ريشاب؟ تحت عم يبهدلومه؟ لا، راح على غرفته. كاران بترجاك روق، اهدى خلينا نفكر. أنا بدي أحكي شوي مع شارلين بخصوص الزواج، بدي حاكيه على انفراد بعد إذنكم. ممكن نقعد مع بعض أنا وياها؟ إيه أكيد، ما في مشكلة بريتا. خالتي امشي، بريتا رح تهتم بكل شيء، نحن خلينا نمشي، تفضلي. خلصنا بقى، حاجتك تمثيل وبكي ودموع كلهم كذب، ما حدا عم يشوفك هون، وانت بتعرفي كتير منيح لريشاب مو؟ نحنا منعرف انه هو مستحيل يغلط هيك غلطة، مزبوط كلامي؟ مريتا ليش؟ عم تحكي معي هيك؟ مستحيل كذب بهالقصص، انا بنت لازم تفهمي. انا كمان بنت، ولهيك بعرف شو عم يدور براسك، وبعرف انه كلامك كله كذب، عيونك هيك عم تحكي، مزبوط كلامي؟ خططتي ليصير كل هاد؟ انت يلي خليتي ريشاب يفقد وعيه وبعدين بعتي على غرفته، ورحتي حضرتك فوراً وراه شو عم تعملي هالتمثيلية بالبيت؟ كيف فيكي تعملي هيك؟ انت ما عندك ضمير بنوب؟ مريتا كيف بدي اقنعك اني مالي سيئة وبلا ضمير مثل ما عم تقولي؟ تأكدي شارلين، ما حدا بيعرفك هون أكتر مني، ما في حدا بيفكر مثلك، وما في حدا بيحقد بطريقتك. انت إنسانة ما بتعرف تحب حدا، بتحب الشر وبتأذي الناس كلها، هي طبيعتك البشعة. أنا لهلأ ما قدرت أفهم بشو عم تفكري أو شو هي مشكلتك، ليش أنت مصرة تتزوجي ريشاب إذا حضرتك بتحبي شخص تاني؟ ما في غير احتمال واحد، يمكن لتخبي قصة حملك. إيه، ما في غير هالسبب، أنا متأكدة. لا أنا مالي حامل. أوعك تكذبي بهالموضوع، إذا بدك تضلي طول عمرك تنكري وتقولي إنك مو حامل فأنا ما رح صدقك بنوب. وحاجتك بقى تبكي شارلين، لأنه كل هالدموع كذب وتمثيل، ليش عم تساوي هيك؟ مشان خالتي راكي مو؟ طبعاً، لأنه هي لهلأ ما بتعرف قديش حضرتك لقيمة وتافهة،
وللأسف بالمقابل أنت بتعرفي قديش خالتي راكي إنسانة منيحة، ومستحيل إنها تقبل أي مرة تانية تنظلم، وأنت عم تحاولي تقنعيها أنك مظلومة وأنه ريشاب هو اللي ظالمك، بس هي ما عندها فكرة بالمرة أنه ريشاب هو ضحية الموضوع اللي أنت اخترعتيه. اعترفي شيرلين، أنت عملتي هاللعبة البشعة، لأنه مستحيل يصير كل هالترتيب بالصدفة والعيلة كلها تروح على غرفة ريشاب وتشوفك أنت وياه بغرفته. هذا الشيء ما بيصير إلا بخطة خبيثة منك وبس. احكي لي، مين شريكك بهالخطة؟ مين يلي ساعدك لحتى تعملي هالتمثيلية قدام الكل؟ رفيقك يلي بتحبيه؟ جاوبيني على سؤالي، الزلمة يلي كنتوا معه بيوم خطبتك؟ أنا بعرف إنه هي هي الحقيقة، أنت وهو يلي عملتوا هيك. لك ليش عم تعملي هيك شيرلين؟ جاوبيني، ليش لا تخططي لهيك تمثيلية؟ يعني ليش لحتى تخلي ريشابي في قيد وعي وبعدين تبعتي على غرفته وتلحقيه لهنيك؟ مو معقول، شو ذكية، خليتي كل العيلة يصفوا معك ويعتبروا ريشاب هو مجرم وسيء وإنك أنت الضحية مشان تعملي يلي براسك وتنفدي. ما رح أسمح لك تعملي هيك، ورح خلي كل العيلة يشكوا فيكي، ورح تدفعي ثمن أغلاطك كلها، لأني هلأ رح أطلع قدام الكل ورح خليهم يعرفوكي على حقيقتك البشعة فوراً. رح خبرهم على رفيقك السري وخبرهم أنك حامل وعم تعملي هيك مشان تنقذي حالك. شوفي، إذا بدك مصلحتك روحي واعترفي بكل شي وقولي الحقيقة قدامهم، أحسن ما أنا خبرهم بكل شي وهيك بتنكشف الحقيقة قدام الكل وبيقلعوكي برات البيت. بريتا هلأ عم تحكي مع شيرلين، وأنا متأكد إنها رح توقف بوش هالزواج الغلط. روري شاب، شيرلين كذابة وبريتا رح تواجهها بهي الحقيقة، رح تنحل القصة. واثق إنه بريتا رح تلاقي حل، لازم تهدى شوي، هي بنت كتير منيحة ومستحيل توقف بصف بنت كذابة مثل شيرلين. شيرلين إنسانة بلا مبادئ، ما بعرف كيف فيها تعمل هيك تمثيلية وبعدين ببساطة تبكي قدام الكل، كذبت على الكل. أكيد بريتا رح تلاقي حل، خلي ثقتك فيها كبيرة، هي منيحة، ما رح تسمح لكم تتزوجوا. ماشي؟ روق هلا. اسمعي، هي آخر مرة رح قلك، روحي وخبري الكل بالحقيقة واعترفي بغلطك. لك ليش لساتك واقفة قدامي هون؟ شيرلين، إذا ما بدك تروحي وتخبريهم بالحقيقة، خبريني إلي شو اللي صار. خبريني إلي، ليش عم تعملي هيك بريشاب؟ وليش عم تعملي هيك بهالعيلة؟ شو بدك منهم؟ وصدقيني، مستحيل مستحيل أحكي أي شيء لحدا، ما رح أقول لهم شو عملتي ولا رح ناقشك بأي شيء سويتي. ليكي شيرلين، كل الناس بتغلط وبعدين بتصلح غلطها، بس أنت غلطك كان كتير كبير. أنا آسفة بريتا، أنا كتير آسفة، صح غلطي كان كبير، بترجاك تسامحيني، بترجاك إلا تطلعيني برا هذا البيت بريتا، أنا عن جد آسفة كتير. هذا اللي ناطرتيه مو؟ صح؟ مين مفكر حالك؟ إنك بتعرفي الناس بشو عم يفكروا؟ حلو كتير، طلعي منيح بوشي هلا وقولي لي لشوف شو شايفتيني؟ بلا عقل؟ ما بفهم؟ يعني رح خاف من كم كلمة بتحكيهم بنت مثلك؟ لا بريتا أورورا، رح اتحكم بعائلة لوترا، كل هذا الشي رح يصير قدام عيونك. شو؟ بدك اعترف لك بكل شي صح؟ اه؟ لحتى يطلعوني من البيت، وكل هالحكي لأنك خايفة على العائلة بريتا؟ روحي لكان، شو ناطرة؟ دقيقة بس، لحظة دكتورة بريتا، شو رح تحكي برا؟ وكيف رح تقنعيهم إني كذابة؟ شو رح تقلي لهم؟ ليكو شيرلين خبيثة وكذبت عليكم وريشاب بريء وما عمل أي غلط، رح تحكي هيك مو؟ بس في شغل صغير كتير راحت عن بالك، رح أساعدك شوي. كاران الابن اللي مدلل عند كل عائلة لوترا طلع قبلك وحكى له نفس الحكي بالضبط، بس شو صار؟ راكي أمه لكاران خلته يسكت، بظن إنك نسيتي هذا الشي، وما خلته يتدخل بالقصة، وبعدين قالت للكل إنه أنا وريشاب رح نتزوج بعد 15 يوم، وممنوع أي حدا يعارض هذا الموضوع أبداً. فشو رأيك؟ ابن المدلل الصغير ما سمعت كلامه، بدك إياها تسمع كلامك؟ ليك يا حبيبتي بريتا، حاولت كتير أنت وغيرك إنه توقفوا بوش زواجنا أنا وريشاب، بعرف هالحكي منيح، وما رح أنسى صديقك
النجم كاران لوترا والتافه سمير واختك اللئيمة كمان شريستي. الكل ما قصر ابدا ووقف بوش زواجنا انا وريشاب، بس طبعا فشلتوا. معك حق بشغله وحده، انا دائما كنت عم خطط حتى اتزوج من ريشاب، وكل اللي صار كان جزء صغير من خطتي. كل همي اتزوج ريشاب رغم كل شيء عم يصير معي، بس هلا كل عائلة لوترا رح تكون بإيدي أنا. بس رح أحكي الحق، أنت بنت كتير ذكية بريتا أورورا، عرفتي تحل اللغز وتكشفي كل خطتي اللي عملتها. أنا خليت ريشاب يفقد وعيه، وبعدين قلت له إنه يروح يرتاح بغرفته، وطبعاً لحقته لهونيك لأنه هذا كان أهم جزء بخطتي، والكل شافنا مع بعضنا هونيك. بس لمعلوماتك أنا ما كنت لحالي. شبكي روقي شوي، أنا ورفيقي سوينا هي الخطة، وأنا اللي نفذتها. نحن الاثنين فكرنا وخططنا ونفذنا ونجحت خطتي. معك حق بريتا، بعترف بكل شي، كل حرف حكيتي كان مزبوط، بس آخر الشي يلي بدي إياه أنا صار. اهدي حبيبتي، رح ينحل كل شي اليوم. بريتا وشيرلين، بريتا عم تحكي مع بنتي شيرلين، بتمنى يكون كل شي صار منيح. كل شي رح يكون منيح. بريتا رح تقنع شيرلين إنها تتزوج. ماما كمان أنتي؟ اسمعني ماهيش، شيرلين رح تخرب سمعتها إذا التغى هذا الزواج. ما بدي عائلتنا تخسر سمعتها، مفهوم هالحكي؟ بعدين شو صاير لك ابني؟ عم تحكي عن الزواج كأنه عقاب، والحقيقة الزواج بعمره ما كان هيك. هالزواج لازم يتم بلا ما حدا يوقف بوشه. بس يا أمي، ماما معك حق بكل شي حكيتي، بس في شغلة ما عم أفهمها، شو هي مشكلة ماهيش وكران مع هالزواج؟ شو هاد؟ إذا رح يضلوا عم يحكوا بهالسيرة هي، رح تخسر بنتي شيرلين هالفرصة، وما رح تتزوج ريشاب، وساعتها رح نخسر كل شيء. ليكي سانجانا، أنا ما بعرف شو صار مع بريتا وشيرلين هلأ، كتير مشغول بالي، أنا رايحة أشوف شو صار معهم. ماشي. أكيد لازم تزبط هالقصة معنا، لازم بنتي شيرلين تتزوج من ريشاب بسرعة. مين بيعرف شو ممكن يصير؟ يمكن يعني بس شيرلين تتزوج ريشاب تكبر عقله وتترك بريدفي وتصير أوعى بكتير من هلأ. سانجانا بترجعك تروقي شوي، كلنا هون معك، شو رأيك تروقي شوي هلأ؟ أنا عطول رح كون معكم شو ما صار. شكراً كتير كارينا. شو قلتي؟ مالك مضطرة تشكريني على شيء أبداً، أنا دايماً كان بدي شيرلين الحلوة تكون كنت عيلة لوترا، وهالزواج كله لصالحنا منشان نكسب شيرلين وتصير من عيلتنا، وهيك نحن منكون ربحانين. بتمنى يتم هالزواج. هالشي أكيد رح يتم الزواج، لا تخافي. زي اللي حكيتي صح، قولي لي فوراً ليش بدك تتزوجي من ريشاب وانتي ما بتحبيه أبداً، وأمره ما بيهمك بنوب، انتي بتحبي واحد تاني وحامل، يعني ليش لا تساوي هيك؟ حتى رفيقك هداك عم يساعدك بكل شي، ليش؟ لأني أنا بنت بتهمني مصلحتي، وما حدا بيقدر يوقف بوشي. روحي هلأ بعطي ريشاب لهون، خليه وقف هون ويعتذر مني لحتى سامحه. تعرفي شو؟ شغلة كتير صعبة إني مثل إني أنا عم ببكي هلأ قدام الكل، بس مو مشكلة، لازم أعمل هيك، لازم ضل عم مثل مشان ريشاب يطلب يتزوجني، وقتها رح أوافق ورح تنحل كل القصة، وخلال بس 15 يوم رح نكون متزوجين. لو سمحتي، أنا حكيت كتير وتعبت هلأ، روحي لو سمحتي، روحي هلأ. شيرلين، خالتي راكي بريتا بنت بتجنن، فهمت منيح حالتي وبشو عمر هلأ. أنا آسفة خالتي راكي، ما فيني يتزوج ريشاب أبداً، ريشاب ما بيتذكر شو صار لأنه هو ما كان بوعيه أبداً، حتى كاران كان شاكك فيي وما عم يصدقني أبداً، وعمو ماهيش مو موافق إنه نتزوج. كيف بدي أتزوج واحد عم ينكر كل يلي عمله؟ أنا ما رح كون مهمة بحياته كل العمر، لهيك ما رح وافق على هالزواج. خالتي
سامحيني، هذا آخر كلام عندي، أنا كتير تعبت صدقيني. كل يلي شكوا فيكي شيرلين صدقيني رح يدفعوا الثمن وكتير غالي، وريشاب رح يعتذر منك وقدام الكل. بهاي القصة أنا الوحيدة يلي بقدر قرر شو رح يصير معك. تأكدي إنك رح تكوني كنت هاي العائلة، هذا هو قراري النهائي. تعالي بنتي خلينا نحكي فورا مع ابني ريشاب، المفروض إنه يعتذر منك هلأ ويطلب منك تسامحي على كل شي عمله فيكي. طيب خالتي. شكراً بريتا، أنت ساعدتيني كتير. شيرلي؟ نعم؟ يلا خلينا نروح. شيرلين بنت مو سهلة أبدا، أكيد عاملة خطة خبيثة، أنا متأكد. كاران ما في فايدة من لوم أي حدا بنوب، أنا الوحيد المسؤول عن يلي بده يصير معي، كانت غلطتي والحق علي، كان لازم سيطر على حالي أكتر. أنت ما غلطت بنوب ريشاب، فهمني ليش حاسس بالذنب هيك؟ كيف ما بدي حس بالذنب كاران، كنا لحالنا بالغرفة وكل العائلة شافتنا، مستحيل أي حدا بالعائلة يصدقني إذا قلت إنه أنا ما. اسمعني ريشاب، هذا الشيء اللي كنت بدي أقوله، أنت كيف ممكن تغلط مثل هيك غلطة؟ ما بتقدر تحكي بهيك قصة. لأني ما كنت بوعي كارا. بس ريشاب لاحظ أنك عم بتعيد حكي شيرلين، وأنا بعتقد أنك تحت ضغط كبير هلأ، عم تصدق شو عم يقولوا الناس، أنت عم تصدق كذبة يا ريشاب، وأنا بعرف ليش هيك عم بيصير، الكل عم يعيد هالكلام قدامك لهيك أنت عم تصدق كلامهم وعم تلوم حالك وتحس بالذنب، هي هي كل القصة. ليك شريستي، نحن قد ما كبرنا وصرنا واعيين ما منقدر نفهم حالنا ولا نوضح حالنا قدام الناس كمان، هاي هي مشكلة الحياة. اهدي. ريشاب، انت كان بدك تقول شي لشيرلين ما؟ شو بده يقول؟ بريتا حكت معها لتحس على حالها، ليش اجت لهون؟ سمير لو سمحت قل له لكاران يحترم حاله، وإلا ما رح احكي معه ولا كلمة. ريشاب، بدي اياك تعتذر منا فورا على كل شي صار بينك وبينها، يلا ابني. شو؟ يعتذر؟ على شو؟ كاران. شيرلي، شو ما كان يلي صار فهو شي مانو منيح، وانا بعترف انه هالوضع غلطي انا. كان لازم انتبه على تصرفاتي، سامحيني. مو مشكلة ريشاب، بفهم شو صار. أنا آسفة ماما. بنتي شيرلين، هاي ابني اعتذر منك على كل شي صار، لو سمحتي تقبلي إنكم تتزوجوا؟ إيه خالتي، أكيد بقبل أتزوج من ريشاب. مبروك سنجانا، لازم تبلشوا تحضيرات الزواج معنا بس 14 يوم. تعالي معي. شو يلي صار؟ جاوبيني بريتا! فكرت بقدر اعتمد عليكي بشغلي، فكرتك فهمتي شو بدي منك تعملي، قلت لك بدي تحاولي تمنعي زواج شيرلين من أخي ريشاب، بس شو صار بعدين؟ شو؟ بتجي وبتشوفي ريشاب عم يعتذر على غلطة ما عملها أبداً قدام حضرتك! لا! شو هاد؟ كاران أنت ما عندك فكرة أبداً قدي شيرلين بنت خبيثة. شو؟ كاران اختي بريتا 14 يوم ريشاب معه، بس 14 يوم قبل ما يتزوج، الكل جاهز طبعاً والكل رضيان، يعني الزواج رح يتم. كل هذا بسبب بريتا، أنت السبب بريتا، علقت آمال عليكي، فكرتك رح تحلي القصة وثقت فيكي، قلت له لريشاب اطمن بريتا رح تحلها وما رح تتزوج من شيرلين، وريشاب ضل يقول ويعيد انه هو ما تقرب ابدا ما من... تقرب منه، وكل اللي صار كان كذبة كبيرة، متأكدة انه ما في بين شيرلين وريشاب ولا اي رابط. يعني انت متوترة هلا مو هيك؟
حتى أنا كنت عم أقول نفس الحكي. عم تحكي مع حالك؟ حتى أنا بعرف كل اللي عم تقولي. شو الجديد هلأ؟ ما عم بفهمك. في كتير شغلات صارت هون ما بنعرفها، رح أشرح لك كل شيء. ليك ريشاب ما تقرب. إيه بعرف هالحكي أخي، ريشاب ما كان بوعيه. هي يلي خلته يوصل لهالحالة. هي شيرلين خططت لهذا الشيء وكان بده يصير هيك بالضبط، ورفيقة اللي بتحبه ساعدها لتنفذ خطتها. رفيقة؟ كان بدأ أنه ريشاب يفقد وعيه مشان خطتها تكمل طبعاً، مشان حضرتها ورفيقة يعملوا فيه هيك مقلب ويقدروا يورطوا لريشاب بهيك قصة كتير كبيرة. وبعدين؟ أنا كنت شاكة بهالشي من الأول، وقبل شوي شيرلين أكدت لي كل هالحكي، اعترفت لي بلسانها بكل اللي صار وقتها. هي قالت لي كل هذا الحكي، هي اعترفت بهذا الكلام. شو؟ كنت بعرف من زمان إنها بنت بلا أخلاق، بس يلي ما كنت بعرفه إنها خبيثة لهالدرجة. هي شيرلين كتير خطيرة، بس كيف بدنا نثبت كذبتها؟ هي حس إنه هالشي مستحيل. معك حق، صعب علينا نكشفها لأنها بتعرف كيف تنفذ خطتها وهي سابتنا بخطوة. ما رح نقدر نكشف حقيقتها. ما بعرف شو بدي أعمل، مستحيل نقدر عليها. شيرلين بنت خطيرة كتير عن جد. شو لازم نساوي؟ شيرلين عندها رفيق وهي هلأ حامل مثل ما منعرف كلنا، ومع هيك مصرة أنها تتزوج من ريشاب. ما بظن عم تعمل هيك بهدف تاخد مصاري، لأنه عيلتها معهم مصاري. ما بظن بريتا، هنن مانون أغنية مثل عيلة لوترا. هي ما معها مصاري بنوب قد ما كان هنن ما بيملكوا قد عيلة لوترا. بعتقد كل القصة كرمال المصاري. بتعرفي في ناس بيهمهم يكون معهم مصاري كتير، وبظن هي من هالناس بيهمها المصاري وبس. وبعتقد كمان انه عيلتها مقفلسة ولهالسبب مصرة تتزوج من ريشاب لتنقذ عيلتها. برأيي هذا اللي عم بيصير. ايه هذا التحليل المنطقي لكل اللي عم بيصير هون. او يمكن تحدد شي حدا بأن تفوز. هذا اللي عم تحاول تعمله هي ورفيقها، وشكله هذا اللي حيصير. وهلأ هي حتتزوج ريشاب وما حدا حيقدر يوقف بوش هذا الزواج. كيف بتقبل يصير هيك بهالسهولة؟ لهلأ لسه ما تزوجوا، وهلأ كلياتنا تأكدنا أنه المرة يلي عم نواجهها مانا سهلة، ولحتى نكشف حقيقتها لازم نلعب بطريقتها هي. بدنا نكون محتالين. هي تحددني أني أفضحها ورح أفضحها، وخلال 12 يوم بس رح أكشف حقيقتها. أنا رح أكشفها قدام كل عيلة لوترا، رح ينكشف كذبها كله قدامهم، رح تنقلب القصة كلياتها فوق راسها لشيرلين، ورح تنفضح حقيقة حملة وكل اللي عملته. قولوا مين معي لحتى نبدأ؟ أكيد بريتا، أنا دائما معك أختي. وأنا كمان. شو؟ شو قلتي بريتا؟ ايه ستي، انا بحياتي ما شفت خالتي راكي عم تتصرف بهالقسوه كلها مع اي حدا، وخصوصا مع ريشاب. فعلا كانت كتير غريبه، كانت كتير معصبه. شو متوقعه بنتي؟ معها حق تعصب طبعا، صح هي امه لريشاب، بس كمان تعاطفت مع شيرلين وامها لتحل هالقصه وتخلص منها. كان لازم تاخذ هالقرار. انا مبسوطه منها لانها كانت منطقيه لهالدرجه. هالشي طبيعي ولازم يصير. بس يا ماما، كان لازم تاخذ شويه وقت لتفكر بالموضوع. ليش؟ ما انا مضطره. ما شفتي شو صار؟ عن جد الموضوع كان كتير محرج. سارة، انفعلتي وعم تحكي وكأنك شفتي كل يلي صار بعينك. كل شي صار كان كذبة كبيرة. هذا إحساسي أنا طبعاً، وبكرة رح يبين للكل إنه كل شي كان كذب وتأليف من شيرلين. بيجي، أنا بعرف إنك عم تحكي من خبرتك، بس أنت ممكن تكوني غلطانة. مو قلتي كمان جانكي ممكن تصحى وترجع لوعيها وترجع طبيعية مثل الأول؟ بس شو فيها؟ طلعي منيح عليها، ما عم تقدر تفتح عيونها. بس أنا فايقة. شفتي؟ ليك فايقة وما أحلاها. مو مشكلة، ومع هيك أنا بشوف قرار راكي إنه بمحله. أنا معها طبعاً، عرفت كيف تتصرف. لا تنزعي لي شعري. خفت تكون نايم وفايقك ابني.
ما عم بقدر نام. ليش؟ انت فارق معك اذا نمت ولا لا يعني؟ امي انت ليش اجيتي؟ تعشيت كران؟ ايه اكلت معكن، مانك متذكره؟ ما اكلت غير لقمتين وبس. وكيف عرفتي؟ ما كنتي عم تحكي معي ولا عم تطلعي فيني حتى. وشو عرفك انه ما كنت عم بتطلع فيك؟ انت اخذت صحنك وبعدين رحت. ايه بس طلعت فيكي كذا مره وما انتبهتي لشوف اذا فارق معك. معقولة تشك لدقيقة واحدة انه الام بيفرق معها ابنه؟ انت امي؟ بتحبينا انا واخي؟ احكيلي كاران، انت عن جد مفكر انه بتهمني شيرلين ومشاعر شيرلين اكثر منك انت واخوك؟ مفكر ممكن اعمل شي مشانه؟ ماما انت عملتي كل شي ومشي الحال خلص. انت مجنون ابني، انتو بس اللي بتهموني وبحبك انت وريشاب فوق ما بتتصور. شيرلين وريشاب ما تقربوا من بعض. طبعا اكيد بدك تقول انه كل هاد كان خطة حطتها شيرلين وانه كمان في عند رفيق، مزبوط كلامي؟ كاران انا بكون امك وعندي بهالحياة تجربة اكتر منك بكتير، بعرف كيف المرة بمجتمعنا الوحيدة اللي ممكن تعاني من هيك قصة، ودائما المرة هي اللي بتنلام على اللي بيصير معها مو مثلكن انتو، لهيك ما بيفرق إذا كانت غلطانة أو لا، هي كانت الضحية وأنا ما فيني وقف ضد أي مرة بالحياة. صار موقف بشع مع مرة بهالبيت وأنا ما فيني أتركها تصير ضحية ابني، لهيك أنا عم حاول أتصرف بالشكل الصح لحل الأمور. حاول إنك تفهمني كاران. ماما في فضيحة كبيرة وفي سمعة مرة بالنص ابني كاران، أنت ابني طبعا وبحبك أكتر من أي شيء ممكن تتخيله، توقعت منك تدعمني بكل يلي عم بيصير بس للأسف انت وقفت ضدي ابني. بحياتي ما تخيلت انه انت ممكن توقف ضدي، هالشي بيجرحني كتير. ماما ليش انت بريئة وحنونة؟ وليش انت بتشك بكل شي؟ ليش مصر توقف ضد قراري ابني؟ طيب بدك تزوجيهم انا معي بس بلا هالدموع. يعني خلص تصالحنا؟ أنا ما بعرف إذا اللي عم بعمله هلأ صح، كرمال مستقبل بنتي رح خبي حقيقة بريد في عن عائلة لوترا وما رح خبر أي حدا. ما بعرف إذا هالتصرف صح أو لا، بس باليوم اللي رح يعرفوا فيه هيك حقيقة رح تصير مشاكل كبيرة وما رح تنحل بنوب. ماما بكرة عائلة لوترا محضرين حفلة، لو سمحتي لا تروحي. ليش؟ لأنه بريدفي ما بيرتاح لما أنت بتكوني موجودة هناك، أكيد رح يكون في كتير عالم بهي الحفلة ولازم يعرف يتصرف مع كل الموجودين فيها. ساقي بكلامي، بعرف ما حدا من هالعالم بيحبه لأنه الكل بيكرهه، فما بدي تكوني موجودة هناك، بهالحالة بينقص واحد من يلي بيكرهه. هي يلي خلته يوصل لهالحالة، هي شيرلين خططت لهذا الشي وكان بدها يصير هيك بالضبط، ورفيقة اللي بتحبه ساعدها لتنفذ خطتها. بس كان بدها انه ريشاب يفقد وعيه مشان خطتها تكمل طبعا، مشان حضرتها ورفيقة يعملوا فيه هيك مقلب ويقدروا يورطوا لريشاب بهيك قصة كتير كبيرة. كنت متوقعة هالشي من الأول، وقبل شوي شيرلين أكدت لي كل هالحكي، اعترفت لي بلسانها بكل اللي صار وقتها. يعني أنا ما عم بفهم ليش شيرلين اعترفت لي بهالسهولة، كان فيها تنكر كل هالكلام وتريح راسها، ما فهمت ليش عملت هيك. شو عم تعمل هون؟ ليش اجيت بهذا الوقت؟ وبعدين ليش فتت من الشباك مثل الحرامي؟ بتعرف انك رعبتني؟ شو انا فاتحه الشباك لحتى تفوت منه؟ لشو اخترعوا الباب لحتى ما تجي لهنيك؟ انت بتحكي كثير. انا بحكي كثير؟ رجعتي تحكي، انا انقذتك بعدي. وشوفي كيف عم تعامليني كاني شيء واحد غريب.
نعم؟ أنت أنقذتني أنا؟ إيه طبعاً. إمتى يعني؟ لو إني إجيت وفت من الباب كان الكل شافني وكانوا شكوا فيكي دغري. أنا أنقذتك من أسئلتهم، بهالحالة ما بكون أنقذتك يا بريتا. لو سمحت، حاجتك مزح. هلأ جاوبني فوراً، أنت ليش هون؟ بصراحة لأني ما قدرت نام. شو؟ ما بعرف كيف صارت صورتي بعينك هلأ. كان أملك فيني كبير وثقتي فيني أكتر ما بتخيل. قلتي لي كذا مرة أنك بتحترميني كتير وبتوثقي فيني ثقة كبيرة، ما بنسى هالكلام بنوب. هلأ أنا ما بعرف إذا لساتك بتوثقي فيني وبتحترميني كتير أو غيرتي رأيك فيني بريتا. بشو كنت عم تفكر؟ كنت عم فكر. جاوبني، بشو كنت عم تفكر؟ كنت عم فكر إنه طيب طولي بالك، رح جاوبك على سؤالك. طيب شو يعني؟ قصدي يعني كنت عم بتسأل كيف شيرلين قبلت تعترف بكل شيء بسهولة. قصدي هي ليش ما نكرت الحقيقة وليش وافقت تحكي إليك الحقيقة بلا ما تخاف؟ شو عم تقول؟ مو معقول قبل ما أنت تجي بلحظة كنت عم فكر بنفس الموضوع. كاران، شو ممكن يكون السبب؟ أكيد السبب كتير مهم، لهيك فكري منيح معي هلأ. خلينا نعرف شو سبب بريتا أورورا. فعلاً ليش لا تحكي لي كل شي وما تكذب؟ خايفة. خايفة؟ لما حدا يخاف بيحاول يخلي اللي قدامه يخاف كمان لحتى ما يعمل أي شي يأذي. بس إذا ما في خوف هون بينتصر على كل شي وبيهزم اللي قباله بسهولة، وهذا الشيء تماماً يلي بنعمله بلعبة الكريكت. حلو، معناتها شيرلين كانت خايفة إنها تنفضح، مو هيك؟ هي كانت خايفة إني روح وخبر العيلة عن حقيقتها وعن اللي عملته بريشاب. لأنه أنا لو عملت هيك بوقتها كان على القليلة حدا من الحاضرين صدقني. لهيك حاولت تخليني صدق إنه حتى إذا خبرت الكل ما رح يصير شيء وما رح حدا يصدقني. لهيك هي حكت لي بسهولة، يعني كانت عم تلعب بعقلي لحتى أنا خاف منها وما خبر أي حدا بشي، وبهالطريقة منعتني أحكي لهم الحقيقة وعملت اللي بدها إياه. تماماً، أنا فهمت هذا الشيء ولهيك إجيت هلأ لأشرح لك إياه. حتى أنا هلأ فهمت، شكراً لك كتير. فعلاً في شغلات ما كنت منتبهت لها توضحت لي هلأ. شوف قديش شيرلين كانت متوترة لحتى تحدثني إني روح أقول الحقيقة للكل، وأنا خسرت الثقة بحالي وحسيت إنه إذا رحت وحكيت الحقيقة قدام الكل فما حدا رح يصدقني أبداً، وهالشي لأنه ما معي ولا دليل ضده. لكون صريح معك، ما حدا رح يصدقنا طبعاً بسببي، لأني بالغت بردة فعلي. أنا عادتها قدام الكل بوضوح. بصراحة ماما أجت على غرفتي وقالت لي ممكن أني اتهم شيرلين بالتخطيط لكل شي مع رفيقها لحتى طالعها غلطانة. فهمتي قصدي؟ حتى لو حكينا الحقيقة ما حدا رح يصدقنا أبدا. لك أنت بحياتك ما رح تتعلم كاران، دائما لازم تتسرع وتتهور بتصرفاتك، يعني لازم تعمل لك شي غلطة دائما لحتى تخرب علينا كل شي. ما صدقتي اعترف بغلطي قدامك حتى بلشتي تلوميني وترمي علي كل المشاكل اللي صايره. حاولي تتصرفي بوعي بريتا اورورا، ولا تنسي ابدا اني كاران لوترا. اذا ما فيك تحاكيني باحترام روحي تعلمي اصول الحكي. عن جد قصدك ما بعرف احكي؟ ايه ما بتعرفي تحكي. انت عم تضايقني كثير، طلع لبرا، روح من مكان ما فتت. يلا روح يلا. شو قلتي؟ طلع لبرا يا اما. شو رح تعملي؟ استني، تهديدك او حالي بفكره. خليني هلا وقع شي تقيل على الارض مشان يفيقوا الكل ويجوا لهون. لا، ويشوفوني بغرفتك يا حلوه. كيف وليش لحتى تعمل هيك؟ قلي. ما رح قلي، انا رح قلن لهم انه انت فوتيني من شباك غرفه النوم بعد ما حكيتيني مشان اجي لعندكم لهون. شو رايك؟ انت جنيت مو هيك؟ اكيد ما رح تساوي هيك شيء. لا لا بلا حساويه، لا لا مستحيل تعمل هيك شيء. كاران هذا من ايدك. كاران رح حزته على الارض. هذا شوفي شو عم يصير. هذا انتو؟ آه.
مين اللي جاي بآخر الليل؟ وينه قريش؟ ليش ما عم يفتح الباب؟ مين على الباب؟ ما في حدا معيش، حدا رن الجرس بالغلط وراح. شبك؟ الجرس عم بيرن، افتحي الباب. قلتلك ما في حدا ماما. خلاص بسرعة افتحي الباب كارينا. شو صار لهي؟ ما حدا رح يرن الجرس بالغلط، شو هاد؟ فوتي. شو اللي جابها لهي هلأ؟ مرحبا، كيفكم؟ أهلا وسهلا حبيبتي، كيفك؟ طمنيني عنك. أنا منيحة، شكرا. وأنت ليش عم تطلع فيني هيك؟ ما بدك تسلم علي؟ ما بدك تاخد الرضا مني يعني؟ أهلا وسهلا عمتي، أهلا وسهلا. بتمنى لك الخير حبيبي، وتضل أنت وراكي بتحبوا بعضكم، ما في أحلى من الحب. أهلا وسهلا. أهلا فيك. كيفك؟ أنا منيحة كتير، بس كيفكن انتو؟ كنا مناح كتير. هالبنت بتضل شقية، ما تغيرت أبدا، هيك من طفولتها. بالمناسبة يعني شو عم تعملي هون؟ قصدي أقول شو جابك لهون؟ كنتي وابني مسافرين شي 3 أيام، راحوا يغيروا جو شوي. عرفتي ليش أنا هون؟ شو هلأ ارتحتي؟ أكيد، بس مو كتير ارتحت. تفضلي عمتي ارتاحي، خليني أخذك معي على غرفتك. امشي يلا. بدكم شغل الضوء ولا ما انه ضروري؟ لا انا رح شغل. انت جنيت شي؟ هذا بيتي انا مو بيتك. شو مفكر حالك يعني بتعرف وين كبسة الضوء لحتى تروح وتشغله؟ ما كنت رايح مشان هيك. لكن ليش استعجلت وضربت براسي؟ توجعت كتير بسببك كاران. على فكرة انت عملتي هيك قصدا. شو؟ خليكن عم تتقاتلوا اتنيناتكن، وانا اللي رح شغل الضوء. ما كان لازم تفوت من الشباك. خليك أكابر وفوت من الباب مثل العالم، حطيتنا موقف مو حلو. شو؟ لا تقلقوا، ما رح أسأل بنوب. ايه بس قلوا لي شو عم تعملوا وحدكم هون؟ مو شايفين الساعة قديش؟ جاوبوني، ليش ساكتين؟ يلا احكوا فورا، جاوبوني. ليش عم تسأليون؟ انتي قلتي انك ما رح تسأليون شي. انا قلت لهم هيك. اي طبعا لسه هلأ حكيتي. طيب ماشي، يعني لا تزعلوا مني، ما انتبهت شو حكيت، بس ما في مشكلة ابدا. قلوا لي شو كنتوا عم تعملوا بهذا الوقت؟ سؤالي عادي كتير، يلا جاوبوني. يلا لشوف، يعني في شي خطير ما منعرفه؟ يلا حكولي، ما بخبر حدا، بوعدكم بهالشي. هو بس شكلك ما رجعتي لوعيك لسه. ما شرستي؟ ليش أدوية غرفتك لساتن شالين؟ كملوا حديثكم بكرة، يلا على النوم. خالي صار له، فكري باللي قلت لك يا كتير منيح. طيب باي كاران. شو؟ يلا روحوا على غرفكم، شريستي روحي نامي، يلا بدنا ننام. شو بكم؟ شو ناطرين؟ أصلاً بعرف أنتوا شو بتكونوا عم تفكروا هلأ. إيه عفوا بريتا، نحنا ما عم نفكر بشي هلأ، بس أكيد في رابط بينك وبين كاران. شو قلتي؟ كاران طلب إيدك من شوي مو هي؟ كيف؟ مو هاد يلي قالك تفكري فيه هو وطالع؟ سكتي سكتي، بتطلي بتفكري بشغلات بلا طعمة. اطلعي من غرفتي، روحي يلا اثنيناتكم اطلعوا، بدي نام هلا. بريتا ما بتحترمي الاكبر منك يعني؟ انا خالتك جانكي سيتي. اي وانا اختك الصغيره الحلوه، شو ما رح تخبريني؟ قولي لي شو كان عم يقول لك كاران، وشو قررتي بريتا؟ رح تقولي لي ايه ولا لا بشو قالت لك؟ قولي لنا يلا. اسكتي شوي بقى، اسكتي. شو عم تحكي انت؟ ما عندي وقت جاوب على اسئلتك السخيفه هي. يلا قومي فورا، روحي من هون يلا. قوموا اثنيناتكم بدينات يلا. ماشي لكن سلامي، ما بدي اشوفكم قبل بكره. ما شفت على الاخر.
بسرعة خالتي جانكي تغطي كلك فورا. وليش لحتى نغطي حالنا؟ رح خبرك. امسكي هاتي. إذا بدنا نسهر ما فينا نشغل الضو ونقعد نحكي. إذا شغلنا الضو بالغرفة ماما رح تقول فورا مين شغل الضو هلأ؟ شو عم يصير معكم؟ ليش لهلأ ما نمتوا؟ لوقت ما نخلص هالنقاش المهم ما بدي ماما تقاطعنا وتجي وتقلنا ناموا وطفوا الضو. بتعرفي شو قصدي خالتي؟ حكي حق. انسي ماما هلأ. قلي لي فورا سمعتي مثلي؟ شو؟ شو؟ كانت عم بتقول شو عم تعملوا لهلأ؟ ليش انتوا ما رحتوا على النوم؟ تأخر الوقت يلا طفوا الأضوية. لا لا خالتي جانكي، قصدي اللي صار بغرفة بريتا وشو قال لها كاران لبريتا قبل ما ينط من الشباك. شو ما سمعتي شو حكى؟ أنا حكيت يلي عندي، فاكري بالموضوع هاد الكلام المهم والضروري. يعني كاران بشو بده بريتا تفكر؟ يعني شو ممكن يكون الموضوع؟ لازم أعرف مشان أقدر نام، فهمتي علي؟ إذا كان كاران خبرها عن مشاعره تجاهها بس ما رح يكون زعجها، وإلا كانت أختك تصرفت. وإلا تصرفت؟ شو؟ فهمت ماشي. أختي غير كل الناس، هي كتير غريبة مو هيك؟ وبتحكم عقلها الكبير كتير، تفكر مثل أمك وما بتفكر بقلبها. يعني برأيي المفروض إنه لازم تتزوج من الزلمة يلي هو خاطبها. تماما، مو الكلمة ليك. عفوا شو قصدك بهالحكي؟ يعني قصدي إنك بنت طيبة كتير. طيب انتي قوية وشجاعة كتير وما بنخاف عليك. اختيك بنت تقليدية بتخاف من حكي العالم كتير، بس بهالأيام وبهالعمر البنات لازم يكونوا مثلك. عن جد؟ خالتي جانكي كنت عم فكر شو ممكن نعمل لنخلي بريتا قوية ومندفع شوي، يعني تفتح عقلها شوي وتشوف الحقيقة كلها. شو لازم نعمل؟ ما عم بعرف بنتي. ما لازم نحن نساوي شي. وبعدين؟ بعدين كاران هو رح يساوي كل شي. كاران بده يعترف لبريتا انه بحبها، ووقتها منشوف شو ممكن نساوي. لك عن جد معك حق خالتي جانكي، اذا كاران بيروح لعند بريتا وبيعترف لها بشكل غير مباشر، اختي السخيفه رح تفكر انه هو عم يتسلى معه ورح تبهدله وما رح تصدق كل كلامه، ويمكن كمان تتركه هو عم يحكي وتمشي فورا. ايه مزبوط، لهيك المفروض كاران يحكي مع بريتا ويتقدم لها بشكل مباشر بدون أي مقدمات، لأنه أختك عن جد بالعقل ما رح تفهم بغير هاي الطريقة. لازم نتصرف بطريقتنا لحتى كاران يعترف بمشاعره إلا بهالحالة، هي ممكن إنه يمشي الحال معه. معك حق خالتي، ما لازم نضل قاعدين هيك.